أجهزة من سامسونج لم ينتبه لها أحد، ورد فوري من أنور على سامسونج، والحرق الشامل لهاتف شاومي 15 ألترا. أهلا بك في نشرتك. الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، نتمنى أن تتوقف الحرب وأن يحمي الله أهل غزة وعائلة رقم. عقدت سامسونج مؤتمر الكشف عن أجهزة كثيرة، وقدمنا لكم تغطية شاملة. اليوم نستعرض أجهزة عرضتها سامسونج في المؤتمر لكن لم ينتبه لها أحد. هذا الأسبوع مر ساخناً على رواد التقنية، ليس فقط بسبب فصل الصيف، بل لأن سامسونج كشفت عن أجهزتها الذكية الجديدة للنصف الثاني من سنة 2024. في مؤتمرها كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن مجموعة من التحديثات المهمة بخصوص عملها وبحثها العميق في مجال الذكاء الاصطناعي، وكشفت أيضاً عن أجهزة ذكية مشوقة انتظرها المتابع منذ مدة. في هذا التقرير نعرض لكم كل الأجهزة التي أعلنت عنها سامسونج في المؤتمر. جالاكسي رينج، بعد استعراضه أول مرة في مؤتمر MWC قبل 5 أشهر، سامسونج أخيراً تكشف بشكل رسمي عن الخاتم، وسيصبح متاحاً لشرائه بسعر $399. بدفعك هذا الثمن ستحصل على أداة بسيطة وخفيفة الوزن لارتدائها طوال اليوم، وتضم كل المستشعرات التي تحتاجها لمراقبة صحتك. سيتعين عليك إقرانها بهاتفك الذكي وتحميل تطبيق الصحة الخاصة بسامسونج للحصول على بيانات مهمة لنبضات قلبك، بالإضافة لتحليل كامل حول نومك بكل التفاصيل الضرورية، ناهيك أنه يقدم مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 لاستعمالها في مختلف الأوساط البحرية والصحراوية بدون مشاكل. انتظروا تقريراً خاصاً حول الخاتم الذكي. جالاكسي ووتش ألترا، ساعة سامسونج الرائدة الأغلى لديها بسعر يصل ل $650، والمنافس المباشر لساعة ووتش ألترا 2 من أبل. هذه المرة جاءت سامسونج بتصميم مربع مع حواف مقعرة بشكل كبير جدا، وركزت بشكل كبير على الصلابة بهيكل التيتانيوم. في العتاد معالج سريع في تنفيذ المهام، كما أدمجت مستشعر خاص برصد حبس التنفس عند النوم والمعتمد من طرق إدارة التغذية والأدوية الأمريكية. تم تحديث مستشعر نبضات القلب لجعل عملية القراءة أكثر دقة من الساعات السابقة. نمط اللياقة والرياضة بدوره حصل على بعض الخصائص الجديدة. تحمل الساعة بنظام وير او اس 5 مع GPS أكثر دقة بفضل تقنية التردد المزدوج. انتظروا مراجعتنا الكاملة للساعة. جالاكسي ووتش 7، بسعر أرخص يبلغ $300، ستحصل على سعة تخزين 32 جيجا بايت ومجموعة من الخصائص المشتركة مع ساعة ألترا بمعالج أقل. وبعد التضحيات الأخرى، الساعة تدعم تخطيط القلب، إشعارات ضربات القلب غير المنتظمة، ومستشعر المقاومة الحيوية من سامسونج لبيانات تكوين الجسم وكشف انقطاع التنفس أثناء النوم. سامسونج لم تنسى ساعتها من بهارات الذكاء الاصطناعي، وأضافت مميزات ليتوصل المستخدم بنصائح مخصصة تتعلق بصحته حسب نشاطه. جالاكسي باتس 3 وباتس 3 برو، النسخة العادية جاءت بالتصميم المفتوح، بينما نسخة برو بعناصر السيليكون لارتدائها داخل الأذن. أضافت سامسونج ميزة الضغط في الجانبين والسحب للأعلى والأسفل للتحكم، رصد الأذن لتشغيل الصوتيات أو إيقافها بمجرد ارتدائها أو إخراجها من الأذن، ويصمدان لست ساعات حسب كلام سامسونج بدون تفعيل خاصية عزل الضوضاء. الذكاء الاصطناعي موجود حتى في السماعات لاستقطاب صوت نقي معزول عن الضجيج المحاط بك. الاثنان مقاومان لرذاذ الماء والغبار مع تقديم تجربة مريحة لاستعمالها أثناء الرياضة. النسخة العادية بسعر $180، ونسخة برو $250. جالاكسي زي فولد 6 الكبير المنتظر، وصل هذه السنة بتصميم مربع أكثر لتصبح تجربة استخدام الشاشة الكبيرة مقاربة أكثر لتجربة التابلت العادي مع وزن أخف وسماكة أنحف عن الجيل السابق. كما تم أخيراً إدراج مقاومة ضد الأتربة، أبقي على نفس جودة الشاشة مع رفع السطوع ل 2600 شمعة، وتم تحديث العتاد للعمل بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث مع مجموعة من مميزات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الشاشتين وحجم الشاشة الداخلية لتسهيل عملية استعمال الهاتف بشكل كبير. شاهد مراجعتنا للجهاز وتجربة ميستر كيو له. يبدأ سعر فولد 6 من $1950. جالاكسي زي فليب 6، الجهاز الذي حصل على الحصة الأكبر من الترقيات، تم تقليل الفجوة بنسبة صغيرة مع إتاحة مقاومة ضد الأتربة. بقي على نفس مقاس الشاشتين مع الرفع من السطوع ل 2600 شمعة. جاء بنفس معالج وخصائص الذكاء الاصطناعي المذكورة في Z Fold 6، وتمت ترقية الكاميرا الرئيسية لدقة 50 ميجا بكسل، فيما بقيت عدسة ألترا وايد والأمامية بنفس الدقة.
سعة البطارية أيضا تم رفعها ل 4000 ملي أمبير. السعر يبدأ من 1770 دولارا. شاهد مراجعتنا السريعة للجهاز وتجربة ميستري كيو في المؤتمر. كان هذا كل ما أعلنت عنه سامسونج في المؤتمر، في انتظار ما ستحققه هذه الأجهزة من مبيعات. معلومات جديدة وتسريبات قوية، نفتح ملف الحرق الكامل لهاتف شاومي 15 ألترا. مصنع شركة شاومي للهواتف يعمل بلا توقف هذه الفترة لتطوير أول هواتف تعمل بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع. الحديث عن عائلة شاومي 15 المكونة من 15 العادي ونسخة برو، التوقعات تقول إن العائلة سترى النور في الصين خلال شهر أكتوبر من هذه السنة، من ثم التوفر العالمي بداية سنة 2025. رغم أن الوقت لا زال مبكراً، إلا أن التسريبات حرقت كل شيء وأصبحنا نعرف كل المواصفات. يقال إن شاومي 15 سيأتي بشاشة 6.36 إنش بدقة 1.5 كي بمعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع 1400 شمعة في وضع السطوع العالي. سيتيح عدة خيارات من الرام وسعة التخزين تصل ل 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0، وبطارية تتراوح بين 4500 و4900 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وفي الخلف وحدة الكاميرات تضم 3 عدسات بدقة 50 ميجا بكسل. الكاميرا الرئيسية تستعمل مستشعر أومني فيجن OV50H، بينما تستخدم كاميرتين ألترا وايد وتليفوتو مستشعر سامسونج إيزوسيل JN1. عدسة تيليفوتو قادرة على التقريب 3 مرات، وفي الأمام كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل. أما نسخة برو ستشترك مع النسخة العادية في مقاومة الماء والغبار، دقة الكاميرا الأمامية وسعة الرام القصوى. من جهة أخرى سيضم شاشة أموليد 6.73 إنش بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هيرتز وسطوع 1400 نت في وضع السطوع العالي، وبطارية بسعة 5400 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. فيما يخص الكاميرات، أحدث تسريب من حساب ديجيتال تشات ستيشن يجزم قدوم الجهاز بكاميرا بيريسكوبية 50 ميجا بكسل تدعم التقريب بصريا 5 مرات، مع دعم خاصية التقريب بالذكاء الاصطناعي لتحسين النتيجة النهائية عند التقريب الرقمي لنسب كبيرة. الكاميرا الرئيسية ستكون بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.4، وأخيرا عدسة ألترا وايد بنفس الدقة. من المتوقع أن يبدأ سعر شاومي 15 من 632 دولارا لرام 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وبسعر 756 دولارا لرام 16 جيجا بايت وسعة تخزين 1 تيرا بايت، بينما سيتراوح سعر شاومي 15 برو من 728 إلى 756 دولارا. لم يتأخر رد أونور على شركة سامسونج وقدمت هاتفها الجديد القابل للطي، فمن برأيك الأقوى بينهما؟ أحدثت أونر السنة الماضية ضجة كبيرة مع ماجيك في 2 بجسمه الذي كان الأنحف ضمن الهواتف المطوية. هذه السنة أونر تكشف رسميا عن في 3 بجسم أكثر نحافة وخفة لتحافظ على اللقب وتخطف الأضواء من زي فولد 6. جاء الهاتف بنحافة لا تتجاوز 4.35 ملم في الوضعية العادية و 9.2 ملم في الوضعية المطوية. أونر وصلت لهذه النحافة باستعمال ميكانيزمات طي متطورة قادرة على طي الجهاز بفجوة لا تتجاوز 2 ملم، وتضمن للمستخدم 500 ألف طية بأمان دون الخوف من التلف. تمت حماية الهاتف بإطار صلب من الألومنيوم مع جعله مقاوما ضد الماء بمعيار IPX8 لأول مرة في هواتف أونر المطوية. وزن الهاتف لا يتجاوز 229 جراماً، أي أخف ب 13 جراماً من زي فولد 6. بالمرور للجانب التقني، الشاشة الخارجية جاءت بمقاس 6.43 إنش من نوع أموليد بدقة فول اتش دي بلس، وتدعم تقنية LTPO لمعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هيرتز بأبعاد طولية 20 إلى 9، يساعد على إعطاء تجربة مشابهة للهواتف الذكية الحديثة. السطوع يصل ل 2500 شمعة كحد أقصى، وتدعم استعمال القلم الضوئي كما الحال مع الجيل السابق. الشاشة الرئيسية أو الداخلية من نوع أموليد مقاس 7.92 إنش بدقة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هيرتز بسطوع عالي يصل 1800 شمعة في الحالات القصوى. أونر كذلك أضافت مستشعر بصمة جديد مدمج بزر الطاقة من شركة جودكس، تدعي أنه أسرع وأدق في قراءة بصمة الإصبع. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 عليه واجهة ماجيك أو أس 8.0.1 مع مجموعة من مميزات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك خاصية البحث عن العناصر فقط بالتأشير عليها، بالإضافة لميزة رائعة تمكن المستخدم من الاستفادة من الشاشة الكبيرة وتقسيمها لنصفين، كل نصف يمثل الهاتف بتطبيقاته ونوافذه المنفردة.
في العتاد اعتمدت معالي سناب دراجون 8 الجيل الثالث بثماني أنوية وتردد 3.3 جيجا هيرتز بمعمارية تصنيع 4 نانومتر مع خياري رام 12 أو 16 جيجا بايت LPDDR5X وسعة تخزين 1 تيرا بايت كحد أقصى من نوع UFS4. ورغم وزنه الخفيف ونحافته، أونر نجحت في دمج غرف تبريد بخارية تقول إنها أعلى كفاءة من ماجيك في 2. في الخلف أبقت أونر على عدسة رئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة 1.6 تدعم التثبيت البصري مع عدسة جديدة تليفوتو بنفس الدقة بفتحة 3.0 للتقريب 3.5 مرات، وعدسة ثالثة ألترا وايد 40 ميجا بكسل بفتحة 2.2. توجد عدسة أمامية في كل شاشة بدقة 20 ميجا بكسل، ووعدت أونر بتوفير نمط هاركورت بورتري شهر أغسطس القادم للاستفادة من نفس أوضاع التصوير الاحترافية الموجودة في هواتف أونر 200 برو. يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5150 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة 66 واط مع دعم الشحن اللاسلكي السريع 50 واط. ماجيك في 3 سيتاح باللون الأحمر، الأبيض، الأخضر والأسود بسعر 1240 دولاراً لخيار رام 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وبسعر 1516 دولاراً لخيار رام 16 جيجا بايت وسعة تخزين 1 تيرا بايت. ما رأيكم في الجهاز؟ هل يكون منافساً قوياً لزي فولد 6؟ والآن أهم الأخبار السريعة لهذا الأسبوع. شركة أوبن AI تقترب من تطوير ذكاء اصطناعي جديد قادر على التفكير بواقعية ومنطقية أكثر من السابق، وتقول الشركة المطورة إنه يعتمد على قاعدة بيانات واسعة ومدرب عليها، بينما الذكاء الاصطناعي الحالي يفكر في الوقت الحالي ويستنتج الإجابات. ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب في واتساب بدأت الوصول إلى النسخة التجريبية من الواتساب للأندرويد، بينما تتوفر في النسخة التجريبية من التطبيق في الآيفون منذ عام. شركة أمازون تقول إنها تعمل الآن بطاقة نظيفة بنسبة 100%، ونشطاء يسخرون من إعلان الشركة بسبب تزويدها للاحتلال في غزة تقنية ذكاء اصطناعي لتصفية الفلسطينيين المدنيين وقتلهم. تقرير يقول إن قوة الشحن في بطارية هاتف آيفون 16 برو القادم ستأتي بقدرة 40 واط مع الشحن السلكي العادي و20 واط مع الشحن اللاسلكي. شركة نوبيا تؤكد أنها تخطط لإطلاق هاتفها Z16 ألترا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث عالمياً، مع العلم أن السعر المطروح في الصين يبدأ من 700 دولار لنسخة رام 8 جيجا بايت. إطلاق الإصدار التجريبي الثالث من نظام iOS 18، ويظهر في النظام هذه المرة ميزة مشاركة الشاشة على أجهزة أخرى مع خيارات أوسع لضبط الضوء والشعاع الصادر من الكشاف. ما تنسوا تتابعونا في حلقة جديدة من نشرتك الأحد القادم. سلام من سلام.